فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول: عندنا في بلدنا حشرة من فصيلة النمل تخرج بعد المطر، وحجمها أكبر من النمل وأصغر من الجراد، وهي تطير في الهواء. سؤاله يقول: نحن في بلدنا نطبخ هذه الحشرة ونأكلها، فهل هذا جائز؟ الحشرات ما تجوز، يعني حشرة هي ما تجوز لأنها مستخبثة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.